قلنا سايت نيو سايت عشان افتح مكتبة الجي كيوري في الدريم ويب. تطبيقات الانترنت جي كيوري اوبن سيلكت وهنا بسمي السايت جي كيوري سيف. لاحظ هاي المكتبة ظهرت عندي هنا. بعمل لي ملف HTML تمام، بنعمل له سيف وش نسميه اندكس سيف تمام. كيف بدي اكتب الكود في الاندكس؟ باجي على الهيد زي ما كنا نيجي للسي اس اس في الهيد ونضيفها هان، نكتب سكريبت تايب تكست جافا سكريبت. ما احنا قلنا انها ايش؟ مبنية على اساس الجافا سكريبت. سورس بدي ادرج المكتبة، المكتبة وين موجودة؟ هاي اعمل كوبي هاي نسخ وهاي بيست. هيك انا المكتبة اي شغلة اي تأثير بستخدمه او بضيفه في الجي كيوري حيشتغل. حيشتغل ليش حيشتغل؟ لانه انا ضمنت المكتبة ضمن الهيد تبع الصفحات HTML. لان اي كود بكتبه خاص بالجافا سكريبت داخل الصفحة هذه حينفذ بتأثير الجافا جي كيوري. ليش؟ لان انا حطيت في الهيد الكود هذا عشان اقدر استخدم الجي كيوري الليبرال الموجودة الخاصة بالجي كيوري هاي وبسكر سكريبت. بس هيك انا ضفت المكتبة لصفحة الـ HTML. خلينا بس